هذا وقت التين المجفف ووقت القرعيات كذلك العسلية الحمراء، نستعملهم ونحضر وصفة الآن روعة ناكلها في أي وقت، وتهنينا من العديد من المشاكل الصحية المتعلقة بالقولون والمعدة والهرمونات وفقر الدم وحتى البشرة، والقائمة طويلة وتقوي أجسامنا. بعد 30 سنة من عمرنا و 30 سنة من الفوضى في الأكل، ضروري نكون جمعنا واحد من هذه المشاكل هذه، ولا إلا ما كنا جمعناهم كاملين وغيرهم. السلام عليكم، مرحبا بالجميع. هذه سهام المغرب، أكثر من 10 سنوات وأنا كنتابع نظام طبيعي، وقدرت الحمد لله نتغلب على فقر الدم والحساسية بأنواعها أنا وابني ومشاكل الهضم والمعدة ونقص فيتامين د ونقص الحديد وغيره، وقويت المناعة ديالي الجسدية وحتى النفسية. وهذه الوصفة ديال هذا اليوم داخلة في هذا النظام الطبيعي، تبعي الفيديو كامل باش تستافدي 100% من هذه الوصفة، وليس مثل الكذوب اللي مالوا اليوتيوب. هذه وصفة سحرية في 5 دقائق، وهذه في 3 أيام، وأخرى في أسبوع، وهذه في شهر. نسي هذا الكلام كامل، هذا الكلام كيربحوا به لأننا ناقصين معرفة، معرفة ديال الجسم ديالنا وغياب الثقافة الغذائية بالمرة. إيوا على بركة الله نمروا لتحضير الوصفة. نبدأ بأي مكسرات عندنا في المنزل كتعطي بنة وقيمة غذائية. أنا عندي زلافة صغيرة ديال اللوز، ودابا نضيف السمسم، منافع ديالو لا تعد ولا تحصى، نصف زلافة. وهاد الأشياء هذه كتكون محمصة في الفران دون أن تأخذ لون، يعني على 100 درجة. كنطحن مزيان وكنضيف بعد ذلك مسحوق ديال زريعة القرع العسلي أو زريعة القرع الحمراء اللي كنكون كذلك حمصها بنفس الطريقة. عندي نفس زلافة صغيرة أو 3 ديال المعالق كبار. كنطحن الكل وكنتحصل على الكريمة كما كتلاحظوا بهذا الشكل. هذا كتلاحظوا بأن اللون ديال الكريمة ليس بلون يعني غامق، لأن المواد اللي حمصها هي على نار هادئة باش كنستافد 100% بإذن الله. وهنا نضيف التين المجفف اللي عندي منقوع في زيت الزيتون، غنزل لكم الرابط فيه تفاصيل تحضير هذا التين هذا دون طبيخ. كنستعمل 3 ديال الزلافة صغيرة، وكنضيف 3 ديال الملعقة ديال الخروب للمنافع ديالو كبيرة للمناعة والهضم والمعدة، قائمة طويلة. المهم هذا داخل في كل تحضيراتي تقريبا. نضيف زريعة الكتان 3 ديال المعالق صغار، ونضيف ملعقة ديال اليانسون هي حبة حلاوة، وربع ديال الشمر، وهذه الخزامة البرية اللي كنسميوها حنا الكحيلة. في المغرب معروفة عندنا من زمان لتقوية المناعة، والبرد راه على الأبواب بإذن الله. كنضيف من هاد الخزامة هذه 1/4 ملعقة صغيرة. كنضيف زيت الزيتون حسب الرغبة، هنا ضفت نصف زلافة تقريبا. بعد ما كنطحن الكل كنوضع قليل من القرفة لتعقيم القارورة، والرائحة ما شاء الله روعة، طعم أروع. هاد الوصفة ما تكمل وما تكون كاملة مكمولة إلا مع خبز دايز الكلام، خبز حقيقي القمح البلدي والشعير البلدي بالخميرة البلدية. هذا خبز توست، نزل لكم الرابط إلا بغيتوا الطريقة اللي كنحضر بها هاد الخبز هذا. هاد الوصفة لا تعطي مفعولها مع خبز السرعة والخبز اللي بحال الكذبة، الخبز الأبيض الإسفنجي وبحال البلون وجميع الأكل الجاهز وغير الطبيعي، وكاع يعني كل داك الدوخه والمهرجان اللي حاصل في التغذيه عند المجتمعات الحديثه. الاساس في هذه الوصفه هو انني نستهلك المكونات بشكل مستمر، ليس بالضروري كل يوم، تدخل في حياتنا وتصبح جزء من تغذيتنا. نسخن هذا الخبز اللي دايزو الكلام طيب في الطين، وفيه واحد البنه كتذكرنا بالفرن ديال الاعواد. كنسخنه في الطين وبلا ما نحتاج للطوستر، كنحصل على نتيجه روعه ديال الروعه ما شاء الله. نترك القاروره مفتوحه كما كتلاحظوا بعض الشيء حتى كيبرد المربى، لاننا طحنا في الطحان الكهربائي وكيكون المربى جد ساخن. مره او جوج مرات في الاسبوع نفطر بهذه الوصفه هذه، وننسى الاكل تماما اليوم كامل بدون ما يكون عندي انسولين سبايك، يعني يكون عندي مشكل في تحكم في السكر في الدم، وتكون عندي دائما الرغبه والجوع المستمر في انني ناكل. وهذا هو اللي كيفجر المرض اللي حبيتي وباي اسم بغيتي. مع شاي ديال الاعشاب بلادي هنا عندي السلميه، وليس شيء المجهول الهويه. ايوا نعيق ورفيق. بسم الله.